بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. اليوم راح نبدأ مع درس جديد اللي هو كثيرات الحدود والعمليات عليها كوحدة كاملة. احنا في هذا الفيديو راح ندرس بس اللي هو كثيرات الحدود من خلال مثال تطبيقي، هو المثال الافتتاحي الموجود في الكتاب. يصمم حداد خزان مياه على شكل اسطوانة، مثل ما شايفين اسطوانة، يعلوها مخروط كما في الشكل. اذا علمت ان حجم المخروط يعطى بالعلاقه، طبعا هذا القانون احنا نعرفه انه هذا قانون حجم المخروط، اللي هو بنقدر نكتبه بطريقه ثانيه، حجم المخروط يساوي باي على 3، لانه طلع كيف باي ثابت اللي هو النسبه التقريبيه، كويس، مضروبه في ثلث، ايوه، لنصف القطر تربيع في الارتفاع. هذا حجم مين؟ حجم المخروط. الان حجم الاسطوانه، حجم الاسطوانه هو عباره عن باي نون قاف تربيع في الارتفاع. شوف هون ارتفاع المخروط هو عين واحد، ارتفاع الاسطوانة هو عين اثنين، اذا هنا الارتفاع يختلف عن هذا الارتفاع، ولكن نصف القطر هو نفس نصف القطر. اذا لانهم تطابقوا في نصف القطر او لهم نفس نصف القطر، فبالرموز رحت عبرت عنهم بنفس التعبير، لكن الارتفاع اختلف فاعطيته رمز اخر. اذا احنا المقادير او السمات التي لها نفس الطول او نفس السمة وتتغير بنفس الشكل نعطيها نفس الرمز، هذا مهم جدا. احنا شو المطلوب عندنا؟ بدنا نكتب اقترانا يمثل حجم الخزان. طب هو حجم الخزان الكلي، كويس، راح يكون ح واحد زائد ح اثنين. ح واحد اللي هو حجم مين؟ حجم المخروط، وح اثنين اللي هو حجم مين؟ حجم الاسطوانة. اذا بس مجرد بدنا نكتب هذه الصيغ بجنب بعضها وبينها عمليه حسابيه، وهي عمليه ايش؟ عمليه الجمع، كويس. طبعا انا هون ممكن اتكلم كلام اضافي شوي، هاي عين اثنين، بقول انه هذه عباره عن قاعده للاقتران، كويس، فيه الباء 3 ونصف القطر. لو اعتبرنا مثلا هون نصف القطر، يعني لانه واضح انه له قيمه معينه، ممكن اسميه هذا متغير او ثابت حسب انا قلت لك اياه. يعني لو كان مثلا نصف القطر قيمته معينه اذا هو ثابت، اذا بيتغير بياخذ قيم مختلفه بقول عنه متغير. اذا هذا هو او هذه القاعده اللي بتمثل حجم الخزان الكلي. الان بس كمان نقطه اضافيه بس راح اضيفها على هذا الموضوع، اللي هو انا لما اكتب في الحدود الجبريه، اذا متذكرين اخذناها بالصف السابع، لما اكتب 5 س، هذا احنا كنا نسميه حد جبري. لما اقول 5 س تربيع هذا حد جبري اخر. لما اقول مثلا 3 س اس 7 هذا ايضا حد جبري اخر. طيب لما اقول 4 س واقول 9 س بقول عنهم حدين جبريين، ايش مالهم؟ متشابهين، لانهم القسم الرمزي تاعهم نفسه. الان قضيه كثير الحدود اللي هو يعني راح ندخل ان شاء الله فيه بالفيديو التالي، انه له تعريف نتعامل معاه كاقتران. اهم شيء في هذا الاقتران انه تكون الاسس تبعت المتغير تاعه اللي هو س، مثلا س اس 5 زائد 3 مثلا س تربيع زائد 9 س ناقص 3، الاسس اللي هون شو مالها تكون؟ كلياتها تكون ايش؟ صحيحه موجبه او صفر، حتى نسميه كثير حدود. لاحظ هون مثلا لو جينا اعتبرناه اقتران بدلالة نصف القطر، فلاحظ هون نصف القطر ماخذ قيم ايش؟ ماخذ اسس موجبة، والعينات ماخذها مرفوعة لقوة اعداد صحيحة موجبة.